السلام عليكم خوتي، دائما احنا في حنا اليوم مع اخونا عمر طايري الممثل المتواضع حبيبنا، يعني حبيب الجزائريين، ويعني ممثل يعني متواضع. الله ما شاء الله، ربي يحفظه ان شاء الله. راح نلقاوه ونقصروا معه ويحكينا شويه. وهذا هو خويا عمر. السلام عليكم. السلام عليكم. واش راكم؟ صافا قريب يا خويا عمر. والله انا سميتك الفن المتواضع ولا الممثل المتواضع؟ ربي يحفظك باسكو انت تغني الناس مليح العاقل، ربي يهنيك يا خويا. يعني شرف عظيم ان نلقاوك انا خويا في قهوه من مقاهي برج بحر الريش. الله يحفظك ربي يهنيك. وكنا في اتصال دائما في التليفون، لكن نحب نجي نشوف خويا عمر. والله تعجبني، يعني ماشي مجامله لكن التواضع لتواضعك. والله يا خويا عمر نحب التواضع تاعك. الله يبارك عليك. بمن الفيديو هذا راح يشوفوه اخوتنا هنا في اليوتيوب اخويا عمر. الله يبارك. وراح يشوفوه الجزائريين في الغربه وغربي اليوتيوب يصحاب الغربه وصحاب الداخل والخارج. واش تقول لهم اخويا عمر؟ يا خويا راني نسالو عليهم وكل نسالو عليهم نزه ونقول لهم رانا هنا نزه نزه ليش على عندي بزاف بعدو خويا. روحوا للانجليز، روحوا لكندا، روحوا للهند، هنا رانا قاعدين هنا. هكذا البرميل تاع لي فيكي. ايه البرميل خلطو بشاقوره تسحرك الفيربال. لا لا مويا خويا عمر، مويا مويا مويا، هذه مويا بركه. مويا راهي الحوال الجويه راهي 5 درجات تحت الصفر، يعني في كل ما يدين في الجو في المورال رانا تحت الصفر. ورانا الحمد لله رانا عايشين صابرين. واش راه النوار هذاك؟ نوار صغير هذاك. نوار يسحي بها في دارو. والحاج الاخضر. الحاج الاخضر راه مجنجنها وهامل. الوقت تقدر تخرج من الانجليز تلقاها في كاتكو. هكذا. او الثلج في الانجليز اخويا عمر، او الثلج. والله. والله. يا نروحوا مالا نكربعوا فيها شويه. والله. نرى والو. نرى الثلج يصب ذم والسم يلحقنا هنا. والله راه السم عندنا والثلج راه عندكم اخويا. يا خويا مرحبا بك في اي وقت ان شاء الله. ربي يحفظك ان شاء الله. راني نجي ونجيب شويه مبرجه لخاوتنا. مبرجه. اي والله. نجيب لكم كاش ما طارجو في مزيتو. والله نسيتو كلش تهم. والله سوا سوا شي نجيو نديرو تورنوا في الكريدات. كريدات ايه كريدات. شخشوخة شوية شليطة نبق نبق ونبق ونبق نجي هداني برك مدردع برك الحالة. رحت حراقة عمر ولا حراقة نجي في بيدون بنتية حراقة مشكلة حراقة نجي في بنتية. هذي بنتية ايوه نجي المطور وتاع نجي ندير في سطوب. يا خويا عمر والله شرف عظيم خويا. بمن اخوتنا دو تاع الغربه، يعني كاين ناس مساكن نسوا والديهم، كاين نسوا احبابهم، كاين اللي على بالك يروح تما ينسى. ايه بصح كاين حاجه بوك الانسان اللي راه تما يقول لك العود راني وحدي وما توحش. ايه وحتى حنا هنا ثانيين توحشوهم. وكنت انا خويا وابن عمي وصاحبي هو راه اللي موش مليح وانا راني هنا مانيش مليح. مكتوب تاع ربي واحد داتو الخبزه، واحد داتو الظروف المعيشه، واحد وشي. وانا اللي قلت لك حنا هنا لا خاوتهم واحبابهم وناسهم ما يتحيروش. رانا هنا اساسيين خوي، هما عليهم وعلى الجولف وعليهم وعلى والجامبينغ والجاكوزي. وحنا هنا خويا رانا هنايا. وقت البلوط لقطوه، وقت الزعرار لقطوها، البق الله يبارك. اسمع رحت معهم للسودان. انت احكي لنا على السودان، هذه ضربه السودان هذيك. والله غير بيا ما كان والو. ما كان والو. انا نقول انا وين درت وين رحت والله ما تاع حاجه. اخويا السودان ولا الجزائر خضراء وحمراء اقسم بالله. والله غير ولات توالا ولات ولايه 49 بعيده شويه ضرب ما كانش ترونسبور رانا ثم. وصايا اسمع قال لك رحنا في الحج واحد الجماعه ضربوا الاخرين. قال لك ما يحجوا خلاص قريب يحرقوا من ثم يخرجوا. قالوا الحقنا الحج. قالوا حجينا حجينا يا خويا. رحنا احنا ضربنا جهاز السودان بصح قلنا كون غير الطياره وجابتنا شويه الانجليز. يا خويا اسمع مرحبا بكم في اي وقت. والله الاوروبا بدات تشيع. الانجليز راهي ما بقاش كما كانت يا خويا. والله ازمه اقتصاديه خانقه. داروا عفسه دارت عليهم. ايه واش راه؟ ايه دخلوا زعما المجموعه الاوروبيه، دخلوا 10 دول جديده وجابوا دخلوا اكثر تقريبا 3 ملايين دخلوا جدد من الاوروبا يخدموا تما. الله ما حق عليه. وزاد تبدل هذا الحزب اللي يعني واش الحاكم تبدل. تبدل. روح. حزب المحافظين. ما لا ما تجيش. ما لا هذيك تروح تكتب ما لا ما تجيش. بالمناسبه كانت ميزر. واحد الطابله بيع فيها لي دي في دي. عجبته الانجليز، كلمه الانجليز خلى الحانوت. يا ودي مسكين قال لي والله شغل ما درناش حساب. انا اقول له كوراج باك حساب في الدنيا راه ما كانش. صح صح. والله غير عاقبها عاقبها والشيء اللي كتبوا لك ربي راك تعقبوا هنا والله في جهه اخرى. بنادم يبكي على الصحه برك ويعود انسان بدراعه وكونوا خاوه
وحنوا على بعضكم وحنوا علينا شويه. اسمع جيبونا لي تريني ايه وديري تريني قروع شوفوا كذا جيبونا الايفون والايفون هذا قلت تبوا هكذا يجي او يدير 500000 دفع. احنا نقول هذا وين وين احنا ما عندناش تليفونات عندنا ارم بلونش. ايه الله يبارك خويا عمر في الراديو وما تحقروش على بالي يا خويا عمر تقول الو الناس كوبي اللي ماكش حاب تهضر معاه. عمر خويا كاين ناس بصح صعب الغربه هذو ينسى والديه وكاين الوالدين على بالك مهمين في الحياه واش تقول هذو الناس ينسى والديهم اخويا يا ودي واش راح تقول له ينسى والديه انا نقول له باللي والله غير تتفكر وانت تفكر صح شوف مادامك تفكر مادام راهم عايشين وتالي كاين دوك ناس تغربت وعاشت خير من الوقت اللي راه دوك وعاشت في ليبوك وين كانت الحضاره قايمه وين كان الفن قايم ودوك روح تقول له انت نعطيك مال الدنيا دوك ما نوليش حياتك في الاخر تولي اشطوار صح رانا نخدموا في لي سوفونير من بوك في الفيتور رايحين نخدموا سكون ابيل لي سوفونير تاعنا اللي باسي يفو با اوبلي لي راسين يفو با اوبلي لي بارون. انا ما نلوم حتى واحد اللي راه بعيد مسكين كل واحد قلت داتو ظروفه ساكو تريان تروح تفليكسي 5000 عاد تفليكسي باكاج بي بي ولو هاد لي بي انا هادي شي با داكو يا خويا عمر ان شاء الله تفكروا ميول كانت كلمه وتالي حنا الفانتازيو ما كاين مكان واحد ما صح خير من الناس وعر من الناس ولكن الانسان يسقسي على راسي نتاعو يسقسي على والديه يسقسي على حبابو على فاميلته بيان كو انا هذه مازال ما سمعتش بها راني عايلهم ساكن وكل يسقسي وان شاء الله ربي يصلح الاحوال ان شاء الله امين خويا عمر وني لا خويا زورونا ما تجيش غير في الصيف برك انا جاك في الشتاء انا جاك في الشتاء وبارحه انت برك اللي جيت في الشتاء وراهم في الانجليز وراهم بمونطوات وراهم او راهي مليحه الحال ربي يستر يا خويا عمر كاش مشاريع فنيه عمر كاش مشروع جديد ان شاء الله طري بروشين ان شاء الله واش كاين بروبوزيسيون وقيلا راح نخدم معاك كمال بوكاس عندنا عنده بروبوزيسيون ماشي حاجه مليحه ان شاء الله ان شاء الله احنا نخدموا شوفوا ربي يوصل ربي يوفقكم اخويا عمر ويسترك اخويا عمر انا جينا شفناك الله يحفظك ويعطيك ساعه حتى وضع تاعك دنك 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 وما تخنزرش والله انا الترافاي تاعي كل دي ديكور لي زيتونجي هذا لي زيميغري تاعنا انا كيما نقولوا نهدي لهم العمل تاعي هذا هما اون برومي ليو باسكو اترافير نو اللي يقدروا يشوفوا البلاد الوغ اون ايسي توجور نديرهم ليماج تاع البلاد تاع الصح بهضرتها بتواضعها بواش خلاو بكري الوغ راه مهدي لهم هما قبل نتاوعنا تاع هنا نتلاقاوهم ونشوفوهم الى ليه ساعه نفكروهم في المزاول ساعه نفكروهم في التقعيده ساعه ساعه في البرميله يا خويا البرميله اسمع ما تنساش حبه الجي ثاني عباك يقول لك يا خو قعده الجي انا عايش فيها احبابي تاع الساعه الجي والله غير خوتنا غير حتى التم وزيد كمية يا أخو يا أخو شغلك على يا أخو على بالك سير قديمة وما كاين وما كاين راك تعرف يا أخو ألور أنت قوم يا أخو يا خويا عمر أنا جبناك العياشي يا العياشي يا خويا واش بيك أنا مع الفنان المتواضع صافي بليزي أنا موهوب إنسان موهوب تقعد معاه ما تتبعش بالضحك تبقى غير تضحك كل كلمة يقولها كاع على بالي خويا عمر بلا ما نقول لك هو فنان ناجح وإن شاء الله نتمناو له يزيد يلحق بعيد ويلحق أكثر وسورتو كيعاد وليد البرج وإن شاء الله ماشي قاعد وليد البرج قاعد متواضع متواضع كاين الناس يقول لك وليد البرج اسمه تواضع شوف أنا واحد متواضع يكون متزاير ولا أي بلاصة بالجزائر ربي يرفعه مام راه متواضع يعني ويمد عندنا يمد الثقافه المحليه يحيي في التراث تاع البلاد تاعنا سواء على مستوى البرج ولا على مستوى الجزائر نتمنى هذا كلام مليح مشوار ناجح وان شاء الله يوصل وين راه هو متمني وكي يتواضع راه يزداد رفعه قال لك من تواضع لقوم من ترفع لله رفع وجبنا شويه بلوط ما تنساش ان شاء الله نروحوا لقطوا البلوط مع بعض والزيتون والزيتون والعصره لا مش تكسر مع شويه زيت يا خويا نبرج انا نبرج عمر كاين مبروك ولا اوا صوت دوك شي يزيد الحال تولي درجه الحراره تطلع حتى على المطر نهضروا برك يسمعوني بكره ياكل فيهم انا ناكل كيف كيف خويا راه شتي بزت الحال اكل راك تدخل للدار تعيط المراه تقول لك يا نو تفضل هذا التعليق كل سنة شيء لا لا من هذين اللي كسرت مشي لا يا راجل كبير مشي كسرت
اللي جابها تشفى وش هي كسرة لازم تروح تجبد لي فوطو لابوم وتجبد سوير تاع الذهب الكسرة ايه الكسرة تكون كيف كيف دوكا ما كاش الكسرة ما نخدموش الكسرة خلاص التير دي ممنوع الكسرة لا اخويا عمر اي دوكا في بلايص ماك تاع عباد بكري هذا صح صح يعني دوك خلاص ملي خرجت لي كوموند ولا اي زابي راك تما صاحبي هكا الله خويا عمر يعني شرف تلقنا مع خويا عمر وربي يسترك ان شاء الله ويحفظك بارك الله فيك وهذا الفيديو راح نشوفه اخوتنا في الغربه ان شاء الله هذاك بليزير وخويا وين تلقاو اوكازيون وين تشوفونا رانا هنا بارك الله فيك خويا عمر خويا وين لقينا اوكازيون ان شاء الله رانا نجي مرحبا بك مرحبا بك ورانا نعيشو ثم اروح اخويا اروح ولقينا حاكمه من جد لقينا حاكمه رانا انا ذكر عدوه صاحبي اسمع بصح يقول لك وهذيك ضربه تبادلوا تعليه جو انتوا ما تروحوا هكذا اه احنا ويروها مطولوا 25 سنه انا عييت انا ريح شويه يجيو صاحبي طلعوا راهم قاصي من يا خويا على كل حال غربه غربه عمر اسمع غربه صح غربه على بالك هنايا الانسان يطول ثم ينسى هنا على الاقل عندك خوك يرفدك باباك هكذا تروح دار خوك ولا عمك ولا يعرضك ثم مكاش يا عمر نبغى لا كومينيكاسيون تلقى واحد ما تعرفوش تحكي معاه صح ثم مكاش يحسبوك مهبول اي والله غير تهبل اصاحبي انا كون نروح كمر نقعد 24 سنه ساعي يدي من السبيطار لان بالكومبانيا مريض اش يحكي بصح بالبيبيري انا تروح تمشي بالعقليه ثاني اللي نضحك لي صحيت واش راك ورا برود يسخف والله غير كاش ما قيل يا كاش ما قيل يا عمر حسنا جد يخزر فيك يدير لنا تقرب شويه حوايجك يجيك دوك بالجوجل يجي يهزو جوجل بجوجل خويا عمر خويا عمر يعطيك الصحة بالبزاف خويا عمر وان شاء الله راهم قريب وقت نخرجوا للربيع ان شاء الله نربعوا كيف مع بعضنا يا خويا ربي يهنيكم ان شاء الله واللي عنده في نفسه حاجة ان شاء الله ربي يقضيها له امين خويا عمر يا خويا ورانا فخورين بالجزائريين من حدود الحدود بارك الله فيك الله غير من القرنيه لا قرنيه القرنيه قرنيه هي الجزائر خويا ولي زاجيريان تلخم يعطيك الصحه خويا عمر والسلام عليكم خويا شكرا العفو خويا شكرا انت نشكرك خويا عمر وبارك الله فيك والسلام عليكم السلام عليكم